أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربية نيسان بيك أب ربع نقل موديل العربية 2008 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية نيسان ربع نقل موديل العربية 2008. العربية رشة بره للنظافة فقط، العربية دواخل فابريكا بدون دهان نهائي، العربية فيها رخصة لمدة سنة مرور بالرقاش، العربية حالة الموتور وآلات الجر بحالة ممتازة، والعربية كمان فيها كاوتش جديد وممكن التفاوض على السعر إن شاء الله. صاحب العربية قال إن السعر هيكون من خلال التليفون فقط. للتواصل مع صاحب عربية نيسان بيك أب أو ربع نقل موديل العربية 2008 على رقم 012-25-60-0086. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012-25-60-0086. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا بمواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.